إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وأيضا تطورات المشهد في الضفة في ظل حديث عن صفقة لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات، وأيضا عبر سكايب من الكويت ننتظر انضمام الكاتب الفلسطيني السياسي علي بغدادي. نتأمل أن ينضم إلينا الأستاذ علي بغدادي، ولكن أبدأ معكم أستاذ راسم. يعني في اليوم 16:00 للعدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، وذلك بعد قتلها العشرات يوم أمس طبعا في عدة مناطق في القطاع. هل هو رد الاحتلال على حكم محكمة العدل الدولية أستاذ راسم؟ نعم، هذا جزء من رد الاحتلال على محكمة العدل الدولية بعدم الالتزام بما قالته بأن الاحتلال ملزم بعدم استهداف المدنيين، ولذلك الاحتلال في هذه القضية استهدف قضيتين، هو يستهدف المدنيين وكل ما له علاقة بالجانب المدني من المؤسسات، المشافي وخاصة اقتحام المشافي مستشفى الأمل لاقتحامه والاعتداء على الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى ليس فقط هي عمليات اقتحام لمشفى الأمل، بل هناك حرب شاملة تشن على المدنيين من خلال قصف المستمر لهؤلاء المدنيين وإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج للمؤسسات المدنية في قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال لا يحترم لا قرارات لا محكمة عدل دولية ولا يحترم قرارات أي مؤسسات دولية، وهذا يأتي في ظل إطار وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم دولة الكيان، بالإضافة إلى دول الغرب الاستعماري التي تقف إلى جانب هذه الدولة فيما ترتكب من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني. اليوم على سبيل المثال ما جرى في الضفة الغربية هو تجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية، يفترض أن المشافي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة تكون محصنة وأن يتنكر 10 من المستعد بالقوات الاحتلال من المستعدين بزي الأطباء والممرضين ويقوم بعملية اغتيال لثلاثة من شبان، أحدهم جريح يعالج في داخل مستشفى ابن الراسي بالإضافة إلى مرافقين ويقتلهما بدم بارد. يفترض هذه المشافي تكون هي مشافي للشفاء والرحمة وليس لعمليات القتل. صحيح. وهذا الاحتلال الذي اقدم على مثل هذه الجريمة والتي لقيت الإشادة من قادة دولة. طيب أستاذ راسم، الاحتلال ولو اقدم عليها أي أستاذ راسم، عفوا أسف المقاطعة، هناك عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية يعني رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب وضواحيها للمرة الأولى منذ عدة أسابيع. ما هي الرسالة التي أرادتها المقاومة من هذه العملية، من عملية القصف خاصة لتل أبيب؟ نعم، هذه العملية تقول للاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت لديها القدرة العالية على ضرب وقصف عمق دولة الاحتلال، والاحتلال إذا كان يتصور بأن المقاومة الفلسطينية سترفع راية الاستسلام أو أنها قد وهنت أو ضعفت، وبالتالي هذه الضغوط التي يمارس عليها من خلال الحاضنة الشعبية قد تؤدي إلى تراجع في مواقفها، هذا الاحتلال يظن واهما أنه يستطيع أن يحقق نصرا على المقاومة الفلسطينية، وخاصة أن بعد 116 يوما تقوم المقاومة بإطلاق رشقة صاروخية من 12 إلى 15 صاروخا طالت مدينة تل أبيب الكبرى، وهي تأكد للاحتلال بأن في جعبة المقاومة الفلسطينية ما زالت الكثير من المفاجآت في هذا الاتجاه، وخاصة إذا ما استمر الاحتلال في هذه الحرب التي لم يستطع أن يحقق فيها أي إنجاز ميداني أو عسكري أو سياسي. فأنا أعتقد بأن هذا الاحتلال كلما تقدم أو أوغل في رمال غزة سيدفع المزيد من الخسائر البشرية، ضباطا وجنود ودبابات ومدرعات وآليات في هذه المعارك المحتدمة، وهو لن يستطيع أن
يجلب نصرا او صوره نصر يحملها الى الداخل الاسرائيلي. وهناك العنجهيه والتبجح من قبل قياده الاحتلال وخاصه نتنياهو وجالنت ومعهم بن جفير وسموتريتش الذين يؤكدون بان الحرب ستستمر حتى تحقيق اهدافها في تحرير او استعاده الاسرى والقضاء على المقاومه الفلسطينيه وعدم تشكيلها اي خطر على دوله الاحتلال في المستقبل. اعتقد بان هذه الاهداف التي يتحدثون عنها لن يستطيعوا تحقيقها بدلالة شهادات الكثير من قادة الاحتلال. ولبيد رئيس المعارضة يقول علينا أن نوقف هذا الحرب ونذهب إلى صفقة تبادل شاملة مع المقاومة الفلسطينية، لأنه لا يمكن استعادة الأسرى بدون عملية التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وهذه وجهة نظر أزنيكوت وكانت وأيضا دان حلوس رئيس أركان سابق وغيرهم من قادة الاحتلال بما فيهم يهود أولمرت وغيرهم ويهود براك وغيرهم من قادة الاحتلال الحاليين والسابقين، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو في الجانب الأمني. أستاذ راسم، يعني إذا كانت حكومة نتنياهو تعتقد بأنها أكثر الحكومات تطرفا منذ نشأة الكيان الغاصب المحتل، ترى أن الوقت مناسب لتنفيذ المخطط في موضوع الضفة بطرد الفلسطينيين من هناك، هل الوقت يسمح بذلك بتنفيذ هذا المخطط برأيكم؟ يا سيدي، دولة الاحتلال تعمل في هي تعتقد بأن الظرف ملائم ومناسب لها من أجل القيام بعملية ومخطط الإجهاض على مدينة القدس والضفة الغربية من خلال القيام بعملية الطرد والتهجير إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ ما يسمى بالوطن البديل، بالإضافة إلى تهجير شعبنا في قطاع غزة إلى خارج أراضي قطاع غزة. وأعتقد بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن تكون هناك نكبة أخرى بعد نكبة عام 48. وعلى في على صعيد قطاع غزة هناك تطمينات من الجانب المصري بأن المصريين لن يسمحوا للاحتلال بالسيطرة على محور صلاح الدين فيلادلفيا، وبالتالي هم لن يسمحوا له بأن يجتاز منطقة رفح والحدود المصرية الأردنية، وبالتالي يمارس عملية الطرد والتهجير بحق سكان قطاع غزة. وكذلك في الضفة الغربية ما يجري من يوميا من عمليات اغتيالات وتصفيات واقتحامات واعتقالات وتدمير للبنى التحتية، وكل ما يقوم به الاحتلال في هذا الجانب في الضفة الغربية هو له علاقة في الجانب التهجيري، وخاصة في ظل قيام بن جفير بتسليح المستوطنين و هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بشكل يومي بشن اعتداءات متواصلة على سكان الضفة الغربية، وخاصة أنه يوم الأحد الماضي عقد مؤتمر للمستوطنين في مدينة القدس تحت شعار نعم. الطرد والتهجير يجلب السلام. والمسألة الأساسية في هذا المؤتمر أنه لا يعبر عن وجهة نظر هؤلاء المستوطنين، بل هي وجهة نظر حكومية بمشاركة 12 وزير من حكومة الاحتلال و15 عضو كنيست، بما يؤشر إلى أن هذا النهج الماضين به في إطار عملية الطرد والتهجير لا يقوم فقط على عملية عودة الاستيطان إلى قطاع غزة وكذلك إلى المستوطنات المخلاة في عام 2005 في شمال الضفة الغربية، بل أنا أعتقد جازما بأن الاحتلال في هذه الخطوة في عملية ما يسميه بالعودة للاستيطان في الضفة الغربية وطرد تهجير شعبنا يترافق مع محاولات الاحتلال للسيطرة على محور فيلادلفيا وإقامة منطقة عازلة متزامنا مع المشروع الأمريكي لتصفية وكالة الغوث واللاجئين، والتي تشكل جوهر المشروع الوطني في قضية حق العودة للشعب الفلسطيني. طيب، فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقوم في هذا الاتجاه في إطار الوصول في وكالة الغوث إلى التمويل مقابل التوطين لتصفية قضية اللاجئين. أستاذ راسم، هناك اجتماع عقد منذ يومين، هذا الاجتماع جمع كل الأحزاب اليمينية المتطرفة، حضره أيضا المتطرف بن غفير، هل هذا الاجتماع يمكن أن نطلق عليه أنه يشكل العقل الجمعي السياسي لحكام إسرائيل في هذه الفترة؟
نعم، هذا ما تحدثت عنه. هذا عقد يوم الأحد في مدينة القدس، وحضره رئيس مجلس المستوطنات يوسي دجان وعدد من الوزراء على رأسهم بن يفيد ويعرب وزير الأمن القومي، وسموتريتش وزير المالية، بالإضافة إلى ميكي زوهر وزير الثقافة لدولة الاحتلال، وإسرائيل كيتس وزير خارجية دولة الاحتلال، بالإضافة إلى يؤاب جيش وزير التعليم، وغيرهم من الوزراء وأعضاء الكنيست. وهذا هو يعبر عن العقل الجمعي لهذه الحكومة. حكومة الاحتلال وليست هي حكومة متطرفة، بل أن المجتمع الصهيوني بات منذ عام 1996 يشهد انحيازات واسعة نحو اليمين والتطرف والفاشية اليهودية. ولذلك هذا تعبير جمعي عن النهج السياسي لهذه الحكومة بكل مكوناتها ومركباتها السياسية. أستاذ راسم، لو نفتح ملف مخرجات اجتماع باريس التي تم تسريبها رغم محاولات التكتم عليها، تشير إلى هدنة لمدة شهرين يتخللها إطلاق سراح المحتجزين، ثم هدنة لمدة شهر يطلق سراح العسكريين من جنود الاحتلال، طبعا مقابل إطلاق سراح أعداد من المعتقلين الفلسطينيين وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية. حركة حماس رفضت مخرجات اجتماع باريس، ولكن ما الأوراق التي تمتلكها حماس أستاذ راسم؟ يا سيدي، مخرجات مؤتمر باريس حتى هذه اللحظة، ليس فقط حماس والجهاد والجبهة الشعبية من رفضت مخرجات هذا الاجتماع، والتي تصر على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإنهاء حصار قطاع غزة والانسحاب قبل البدء بعملية أي مفاوضات حول مراحل إطلاق سراح الأسرى في هذا الاتجاه. ولكن في الاتجاه المقابل، حكومة نتنياهو قالت بشكل واضح أنه نتنياهو اليوم كان له لقاء مع المستوطنين في مستوطنة عائلي في شمال الضفة الغربية والمقابل على أراضي اللبن الشرقية في منطقة نابلس. قال بشكل واضح أن أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن لا تشمل إطلاق سراح كل بين قوسين الأسرى الفلسطينيين، لا تشمل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، وأن تتضمن وقفا لإطلاق النار. وبن غفير هدد نتنياهو إذا وافق على هذه الصفقة فإنه سيسقط الحكومة. وكذلك ليس فقط بن غفير من تحدث في هذا الاتجاه، بل وزير التعليم الإسرائيلي من الليكود ويؤاب كيش قال بأن هذا استسلام لحركة حماس. ولذلك حتى هذه اللحظة يا سيدي، المواقف متباعدة في هذا الاتجاه، وحماس تقول بشكل واضح أنها ستستمر ومع القوى الفلسطينية في إطار المقاومة والتصدي لجيش وجيش الاحتلال في قطاع غزة. ولذلك هي لا ترفض مثل هذه الصفقات، ولكن هي تريد صفقة أن تنهي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين بمعنى تبييض السجون. بالمقابل، الظروف حتى داخل حكومة الاحتلال ومجلس حربه غير ناضجة، في ظل أن نتنياهو يتخوف من أنه إذا وافق على هذه الصفقة قد تنهار حكومته من الداخل من قبل القوى الفاشية اليهودية. وبالتالي هو عندما تحالف معها من أجل تحصين نفسه سياسيا وشخصيا، وقد يجد نفسه أمام انهيار لهذه الحكومة وانتخابات تبكيرية سادسة، وبالتالي سيكون مصيره السجن بالتهم المنظورة ضده نعم. أمام قضاء دولة الاحتلال للرشوة وسوء الائتمان وخيانة الأمانة، مضافا لها الفشل الأمني والاستخباري والهزيمة الكبرى في 7 أكتوبر. عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات، شكرا جزيلا لكم.